عثمان بن مضعون، النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنه قال: اجعلوا لي هنا حجر حتى أعلم بها قبر أخي، فوضع حجرا علامة على القبر حتى يعرفه من بين القبور، فأخذ المسلمون من ذلك الكتابة أن هذا قبر فلان وهذا قبر فلان، أو العلامة بحيث إنك تعرفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مضعون وقال: أعلم بها قبر أخي، لأنه أخوه من الرضاع، فعثمان أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع وكان يحبه. ولكن هنا من ذا الذي يتألى على الله؟ فلا ينبغي لأحد أن يتكلم وكأنه يرى الغيب أو كأنه قد أوحي إليه وهو يقول: هذا أنا رسول الله وموحى إلي، ولا أعلم ما 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 يفعل بي كمان، مش بعثمان. ولكن لما تأتي رؤيا، فالرؤيا بشرى، فرأت رؤيا وعنده عين فقال هذا عمله. الرؤيا بشرى يراها العبد الصالح أو ترى له. ولذلك فسيدنا عثمان بن مضعون ممن مات والنبي راض عنه، أدي اللي نقوله كده، وهذا طبعا فيه كرم كبير ووضع صالح، والبشرى كثيرة لعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه.